ما هي نصيحة سماحة الشيخ لكثير من الناس الذين يقول بعضهم عليك نفسك ولا دخل لك بالغير؟ هذا من نواب الشيطان، يقول عليك بنفسك ودع عنك الناس، من نواب الشيطان. الشيطان له نواب كثيرون في كل مكان، يقول الناس لا تحركوا ساكن، دعوا الناس على ما هم عليه من الباطل ولا تقول لأحد شيئا، وهذا من نواب الشيطان نعوذ بالله. الله يأمرك بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، فهل تطيع الشيطان أو تطيع الرحمن؟ الواجب عليك طاعة الرحمن. الله يقول ولتكن منكم من يدعو إلى الخير، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ويقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم إذا كنت في موضع مثل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شحا مطاعا وهو متبع والدنيا مؤثرة وعندما كل إدراء برأيه ورأيت أمرا لا يدعني لك به لا طاقة لك به فعليك نفسك. أما ما دمت تستطيع أن تقول وتأمر فعليك أن تستطيع أن تأمر وتنهى باللسان، وعليك أن تأمر وتنهى بالفعل مع القدرة، وأقل ذلك القلب كراهة القلب والمفارقة المنكر.